مساء الخير عليكم واهلا بيكم في حلقه جديده من اون تراك. اولا انتوا وحشتوني جدا، احنا كان بقالنا فتره كبيره قوي ما طلعناش. طبعا كنا قاعدين شهر رمضان كله البرنامج كان واقف، ورمضان خلص والعيد خلص، كل سنه وانتم طيبين. وطبعا احنا دلوقتي بنستعد كلنا لان احنا داخلين بقى على اجازه الصيف والسفر والكلام ده. الموضوع ده مهم جدا، يعني انا معلش انا قبل بقى ما نخش في الحلقه كان لازم نتكلم في القصه دي. احنا خلاص هنبتدي بقى نسافر، هنبتدي نطلع بقى اجازات المصيف والكلام ده، والكلام ده علشان نعمله لازم نركز بقى في حاجات مهمه قوي. اولا اول حاجه قبل ما تحاول تطلع بعربيتك تسافر بيها علشان تصيف، لازم تاخد بالك ان انت دلوقتي احنا في الصيف الحراره عاليه جدا، فانت محتاج تروح لاقرب مركز خدمه تعمل كشف شامل على العربيه، وتركز قوي في موضوع الميه. يعني عايزين من الشتاء كده للصيف لازم على طول دايما نبقى بنشوف اخبار المياه ايه، اخبار درجه الحراره بتاعت الموتور ايه، الدنيا دي مهمه جدا. وطبعا في مركز الخدمه لما اعمل كشف شامل هيبقى فيه بقى لو انا عايز اغير زيت، عايز فلاتر، الكلام ده كله هنبص عليه في مركز الخدمه ونعمله ونخلصه قبل ما نسافر. حاجه تانية مهمه جدا وهي كاوتش العربيه. كاوتش العربيه مهم جدا في السفر، فلو انت النهارده داخل على ان انت هتغير كاوتش عربيتك، بلاش بقى قصة ان انت هتغير كاوتش العربية فلما تيجي تجيب كاوتش جديد تجيبه تاريخ قديم علشان ارخص. لا، الموضوع ده مش صح. التاريخ القديم ده بيخلي فردة الكاوتش اصلا ناشفة، فانت مجرد ما هتطلع بيها على الطريق هتشقق. الموضوع مش بسيط، يعني ممكن لو فردة الكاوتش لو انت جايبها انتاج السنة دي هتقعد معاك سنة مثلا، لو انت جبتها تاريخ انتاج قديم ممكن تقعد معاك 3 شهور. فبلاش الموضوع ده، يعني انت كأنك بترمي فلوسك في الارض، ودي حاجة مش مظبوطة. تعالوا بقى ندخل بقى على الجد. اللي هيسافر شرم الشيخ، تور سينا، موسى كوس، كل الحتت اللي في الاتجاه ده، دهب، كل الحتت اللي في الاتجاه دي، خلي بالك ان انت اي عربيه اس يو في مش هتعدي من نفق الشهيد احمد حمدي. انا عارف ان في ناس كتير عارفه المعلومه دي، بس انا بحب اكد على المعلومه تاني، لان ناس كتير ما بتبقاش عارفه المعلومه دي وبتطلع بعربيات اس يو في او اول ويل درايف، وبعدين بيوصلوا لغايه نفق الشهيد احمد حمدي والقوات المسلحه بتوقف العربيات دي بترجعها تاني. فانت لو انت مسافر، يعني يا اما هتسافر طيران يا اما هتسافر اتوبيس، او لو عايز تسافر بعربيتك خلاص سافر بعربيه سيدان، ما تسافرش بعربيه اس يو في. حاجه بقى الاهم بقى من ده، لو انت مسافر بقى الساحل، اسكندريه، غردقه، العين السخنه، الطرق دي كلها خلي بالك دلوقتي الرادار شغال الصبح وشغال بالليل، عشان بس نبقى متفقين. الرادار الصبح فيه كمان هتوقفك وهتسحب منك الرخصة لو انت تعديت السرعة المحددة، او هتدفع غرامة، اقل غرامة 300 جنيه. موضوع الميات والكلام ده خلاص ده خلص، عشان بس نبقى متفقين. بالليل بقى انت كده كده هتتصور، فانت لو انت فاكر ان انت لما هتسافر بالليل هتقدر تجري براحتك، فالكلام ده غلط. انت كده كده هتتصور والغرامة هتنزل على الرخصة بتاعت العربية، ولما تيجي تجدد الرخصة هتدفع برضو نفس الرقم 300 جنيه. صدقوني الموضوع كله هيفرق في الاخر من 5 ل10 دقايق، مش مستاهلة خالص ان احنا نمشي بسرعات عالية واحنا مسافرين، لو حتى وانت رايح وحتى وانت راجع الموضوع مش مستاهل. يعني دلوقتي الطرق اللي احنا بنتكلم عليها دي دلوقتي ما شاء الله بقت ممهدة وبقت متسفلتة، والحكومة عاملة شغل كويس قوي في الطرق الخاصة بالسفر، فانت مش هيبقى عندك مشكلة ان انت على الطريق ان انت تمشي براحتك، يعني عادي الطريق سهل ما فيهوش مشاكل. فانت حاول على قد ما تقدر بلاش تجري، لان لو فاكر ان انت عشان توفر 5 أو 10 دقايق انت هتوصل بدري، فلا قدر الله انت ممكن ما توصلش خالص. فبلاش، خلي كده تبقى الاجازه سعيده، بلاش ننكد على بعض، بلاش يحصل لنا اي مشاكل، ونمشي على مهلنا، وان شاء الله تبقى اجازه سعيده عليكم كلكم. انا حبيت بس يعني قبل ما ابتدي الحلقه ونخش في تفاصيل الحلقه، يعني ناخد هنت سريع كده على الصيف واجازه الصيف وايه اللي ممكن يقابلنا لو احنا مسافرين. تعالوا بقى نشوف اول حاجه موجوده معانا النهارده هي فقره التوب نيوز. تعالوا نشوف التوب نيوز فيها ايه النهارده. اختتام الدورة 27 من معرض اوتو بروموتك بايطاليا. بطولة ايجيبت اوتوموتيف الرمضانية لشركات السيارات. الجيوشي موتورز يحصل على الحقوق الحصرية لاقوى السيارات الصينية فاو. معرض اوتو بروموتك بايطاليا 2017. دي الدورة رقم 27 لأوتو بروموتك بإيطاليا، السنة دي كانت معمولة في مدينة بولونيا الإيطالية. المعرض ده متخصص في كل ما يخص الصناعات المغذية للسيارات، كمان كل قطع الغيار، كمان
كل لوازم الورش وكل الحاجات المساعدة للورش الصناعية، كمان الإطارات، غير كمان كل ما يخص الزيوت، وكمان البرامج اللوجستية الخاصة بصناعات السيارات. المعرض ده واحد من أقوى المعارض المتخصصة في المجال ده. وطبعا احنا في اون تراك الموضوع عندنا مش متعلق بموضوع العربيات بس او السيارات بس، لا، احنا دايما بنحاول نروح في الحتت اللي ليها علاقة بكل ما يخص السيارات. فواحد من المعارض دي هي معرض اوتو بروموتك، لان متخصص في كل ما يخص الحاجات المكملة لصناعة السيارات. المعرض معمول السنة دي على مساحة كلية تزيد عن 158 ألف متر مربع، كانت كمان متوزعة على 14 قاعة عرض، بخلاف كمان مساحات العرض الخارجية. يعني ال 14 قاعة عرض دول كانت قاعات عرض داخلية غير المساحات العرض الخارجية. أكتر من 53 دولة كانت مشتركة في المعرض، وعايز أقول لكم إن في زيادة قدرها 6 دول عن المعرض السابق أو اللي حصل قبل كده في السنة اللي فاتت لأوتو بروموتك. كان موجود في المعرض 1651 شركة، منها 689 شركة بره إيطاليا. زار المعرض 113,616 زائر في المعرض، وعايز أقول لكم إن 25% من العدد ده كانوا من بره إيطاليا، وده دليل كبير جدا على نجاح المعرض، بخلاف إن أنا كان عندي أكتر من 30 وفد خارجي جم وفود تجارية يعني حضرت المعرض، غير إن أنا كمان كان عندي أكتر من 422 صحفي بيغطوا المعرض. طبعا احنا كان لينا الحظ ان احنا كنا موجودين في المعرض ده، كاميرا اون تراك كانت موجوده، وطبعا احنا هتلاقونا بنجري دايما ورا المواضيع دي او الايفنتات او المعارض الخاصه بكل ما يخص صناعه السيارات. لكن معرض اوتو بروموتك ايطاليا السنه دي بصراحه كان واحد من اقوى المعارض اللي احنا شفناها في المجال ده. بطولة ايجيبت اوتوموتيف الرمضانية لشركات السيارات، دي الدورة الاولى او اول مرة تحصل فيها تجمع بالشكل ده، عملته شركة ايجيبت اوتوموتيف في المركز الاولمبي في المعادي. بصراحة البطولة كانت قوية جدا، وكانت موجود فيها كل شركات السيارات تقريبا، كان مشترك في البطولة 16 فريق، كلهم كانوا نازلين البطولة بشكل قوي جدا، يعني كانت المنافسة شديدة جدا. البطولة دي كانت أول مرة ليها السنة دي اتعملت، حصل على المركز الأول سانج يونغ، والمركز الثاني بي ام دبليو، والمركز الثالث فولكس فاجن، والمركز الرابع الحصان الأسود لأول مرة ظهوره على الساحة مركز خدمة أوتو 21. البطولة كانت منظمة تنظيم قوي جدا، وكانت كاميرا أون تراك موجودة في الحدث. تعالوا نشوف التقرير الخاص بالبطولة. اجواء التنظيم واحنا النهارده في اخر يوم. اولا انا بشكرك على وجودك معانا، ودايما مشرفنا في كل احتفالاتنا وانتظاماتنا وحاجتنا. بالنسبه للنهارده ده كان من اصعب الاختيارات، ان احنا نعمل دوره رمضانيه الاولى من نوعها لقطاع السيارات المصري. كان حدث ساخنه جدا في البدايه، الناس مش مصدقه، ناس مش داخله تهريج، الموضوع سخن كل فتره. الدور ال 16 كان فيه شويه نعومه، دور الثمانية الموضوع سخن جدا، وبدأنا نشوف تعادلات ونشوف اكسترا تايم وضربات جزاء، لحد ما النهارده وصلنا للنهائي، النهائي بين اقوى فرقتين بالفعل. اتمنى لهم التوفيق دايما، ويا رب تكون اسعدناكم وعملنا حاجه كويسه لقطاع السيارات المصري. هيعود علينا بقى كمجتمع سيارات من بطولة زي دي، يعني هل الاحتكاك ده او المقابلات الرياضية هتدينا شكل تاني في الشغل بقى لما نرجع للشغل بعد رمضان؟ يعني ايه اللي ممكن يعود علينا احنا كمجتمع السيارات؟
بالتاكيد هي بتعمل حاجات كتيره كويسه. هي عامله زي في الشغل بنقول ان الواحد بياخد بريك، فكل الناس اللي بيشتغلوا من كل الفرق اولا بيتعرفوا على بعض، بيبقى في جو من المحبه بينهم. الحاجه الثانيه ان هم اللي بيحب رياضه كره القدم بيلعبها وبيزاولها بشكل اكتر احترافيه في بطوله زي كده. وكمان بتساعد الشركات ان الموظفين بتوعها يبقى عندهم نوع من الروح المعنويه الكويسه، بتخليهم عندهم انتماء اكتر لشركاتهم، بيحبوا الصناعه بتاعت العربيات ان جنرال. فدي كلها حاجات ايجابيه جدا. احنا اشتغلنا قبل البطوله باسبوع، يعني الحمد لله ان احنا قدرنا نجمع 16 فرقه، نجمع ناس تبقى بتغطي الحدث، نجمع الجمهور، الاهتمام الاعلامي بالقصه دي كلها. فكل دوت ما اتعملش طبعا غير في فتره قليله. طبعا كنا نتمنى ان يبقوا 32 فرقه، وده كان هيساعد ان البطوله تبقى اقوى، وده اللي احنا بنامل ليه ان شاء الله السنه الجايه. السنه الجايه ان شاء الله احنا عايزينها تبقى اكبر من كده، القطاع كله يكون موجود، اعلاميين، الصناعات المغذيه بتاعه القطاع كلها تكون موجوده. ده اللي احنا بنتمناه، وان شاء الله التنظيم يكون عجبكم، دي اهم حاجه. بس اولا رايك ايه في البطوله، وازاي شركات السيارات تتجمع في المكان ده؟ يعني انا بصراحه عجبتني اول فكره، انت رايك ايه في الموضوع ده؟ الفكره جميله جدا وجريئه جدا، والتنظيم السنه دي رائع قوي، ودي اول مره فعلا في تاريخ سوق السيارات يبقى في بطوله بالمنظر دوت، وان شاء الله اتمنى ان هي تتكرر السنين الجايه ان شاء الله. مجموعه الجيوشي موتورز تحصل على العلامه التجاريه لسيارات فاو، واحده من اقوى العلامات التجاريه الصينيه. شركة فاو هي شركة أصلا حكومية صينية، وطبعا جيوشي موتورز إن هو يحصل على توكيل فاو في مصر في سهرة رمضانية جميلة جدا. قدر جيوشي موتورز إن هو يقدم كل ما يخص فاو الصينية في مصر. طبعا جيوشي موتورز خدت توكيل فاو من حيث العربيات الباسنجر، كمان العربيات الكوميرشال، وكمان التراكس. ودي خطوه قويه جدا عملها جيوشي موتورز. طبعا جيوشي موتورز دلوقتي عنده مراكز توزيع كتير غير مراكز الخدمه اللي هتساعد ان العربيات دي تنتشر في السوق بشكل كويس قوي. كاميرا اون تراك كانت موجوده في الحدث، تعالوا نشوف التقرير الخاص بفاو الصينيه في مصر. ايه هي العربية اللي موجودة معانا النهاردة؟ وتاريخها ايه؟ وايه اللي هتقدر تقدمه للسوق المصري؟ احنا فعلا لما جينا نختار عربية للسوق المصري عملنا مجهود جامد جدا جدا. شركة فاو مش شركة سهلة ان احنا نحصل على الوكالة بتاعتها. شركة فاو جت على مجهود يمكن اكتر من 3 او 4 سنين بحثات وشغل. شركة فاو الشركة رقم واحد في الصين في الانتاج، شركة حكومية بالكامل مملوكة للحكومة الصينية. انتجت سنه 2016 3,300,000 سياره، ده عدد طبعا رهيب جدا. شركه فاو عندها جوده عاليه جدا جدا جدا، وما عندهاش فرصه انها تلعب باسمها او تخاطر باسمها. واحنا كمان كشركه جيوشي موتورز ما عندناش الفرصه دي ان احنا نقلل من قيمتنا في السوق او نعمل حاجه مش محسوبه او مش مدروسه. Our plan actually with our partner of Kirushi company Moto, which have a long history and real experienced company for automobile and good name in Egypt. So I think we have a good partner. So our plan is actually with our partner plan. Yeah. So we go together and we think we can doing very well in Egypt. Yeah.
فاحنا في بالنسبه لجيوش موتورز كتاريخنا مشهود لينا الحمد لله بخدمه العملاء نمره واحد، وحاصلين على عده جوائز في موضوع خدمه العميل. الاستراتيجيه بتاعتنا بتتبني على توفير مراكز خدمه في انحاء الجمهوريه، توفير قطع غيار موجوده متواجده في انحاء الجمهوريه وعربيه ذات جوده عاليه. ده ان شاء الله اللي احنا بدانا فيه اوريدي، واحنا فعلا تعاقدنا مع مراكز خدمه، انشانا عده مراكز خدمه في الجمهوريه متواجدين في القاهره وفي المحافظات. في نفس الوقت قبل وصول العربيات كان توفر عندنا قطع الغيار اللي تم استيرادها بالفعل، وهي موجوده دلوقتي حاليا في مخازن بتاعتنا. في 2018 هيكون في تصنيع للفاو في مصر. انت شايف من وجهه نظر حضرتك الخطوه دي هتأثر ازاي بشكل ايجابي او سلبي على السوق المصري؟ وايه الافاده اللي هتعود على جيوش موتورز من الموضوع ده؟ من المؤكد ان احنا التصنيع بيضيف للاقتصاد القومي، بيقلل الاستيراد، بيقلل العمله، نزيف العمله الحره، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان مع بوادر الاستراتيجيه السيارات القانون المزمع صدوره، فاحنا بنقول النهارده ان اللي هيصنع سيارات هو اللي هيستفيد، هو اللي هيقدر ينافس في السوق، لان عدا هذا ستطبق طبقا للقانون او مشروع القانون يعني اذا على الاصح، ان هتطبق ضريبه التنميه الصناعيه على المستورد. بالاخبار دي نكون كده خلصنا فقرة التوب نيوز. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك. جه معانا دلوقتي وفقرة التفاصيل، فقرة الكار ريفيو. معانا النهاردة على التراك واحدة من الشركات القديمة جدا في مجال صناعة السيارات، شركة كوري قوية جدا، ويعني اللي بيعرف عربيات اس يو في وبيعرف عربيات محترمه هيعرف العربيات اللي موجوده معانا النهارده، لان هي جايه من شركه محترمه جدا. معانا النهارده التيفولي والاكس ال في من سانج يونج. تعالوا نشوف سانج يونج على التراك هتعمل ايه. النهارده الموضوع مختلف شويه في الكار فيو، معانا عربيتين. هنتكلم على واحده بالتفصيل اكتر، لكن بصراحه يعني الشركه اللي عملت العربيتين دول واحده من اقدم الشركات الكوريه. معانا النهارده من شركه سانج يونج ايجيبت العربيه التيفولي والعربيه الاكس ال في. مبدئيا كده تاريخ سانج يونج قديم قوي، يعني اول انتاج للعربيات عن طريق شركه سانج يونج كان سنه 1954. هي ما كانش ساعتها اسم الشركه سانج يونج، لكن عام 1986 بقى اسم الشركة سانج يونج. انا مش عايز ادخل في تفاصيل كتير لان الاسامي نفسها الكوري صعب علينا شوية. بعد كده الدنيا اتطورت بعد 86 لغاية ما حصل بروتوكول تعاون مع شركة مرسيدس بنز سنة 1991، ومن هنا بدأ أول ظهور بقوة في السوق، لأن ساعتها ظهرت العربية الموسو. السانج يونج الموسو دي كانت بتمشي هنا في مصر، بصراحة أنا نفسي كنت بنبهر بيها جدا، لأن كانت عربية يعني من أقوى العربيات الاس يو في اللي موجودة. كانت بالديزل ساعتها، لكن كانت واحدة من أقوى العربيات اللي موجودة في السوق. خلونا بقى نتكلم بالتركيز شوية. هندخل معانا العربية التيفولي. مبدئيا العربية التيفولي دي هي واحدة من العربيات الاس يو في الشبابية. الاسم تيفولي ده اصلا ليه شقين. الشق الاولاني تيفولي هي مدينة ايطالية، والشق التاني ان كلمة اي لاف ات لو عكستها هتدي لك تيفولي. طبعا العربية شبابية جدا، بس ليها برضو تاريخ، يعني بغض النظر عن تاريخ سانج يونج عشان برضو نبقى متفقين. اصلا اول ظهور لتيفولي والاكس ال في، التيفولي عامه اول ما ظهرت كان بعد الاندماج اللي حصل ما بين سانج يونج وماهايندرا الهنديه. شركه ماهايندرا هي اشترت شركه سانج يونج، وبعديها على طول ظهرت العربيه التيفولي. سنه 2014 كانت العربيه اسمها اكس 100، وبعدين الدنيا اتطورت شويه في 2015 بقى اسمها تيفولي، وظهرت في معرض سول، وبعدين الدنيا اتطورت عشان توصل في مصر سنه 2016 في معرض اوتوماك بالشكل اللي احنا بنتفرج عليه النهارده. تفاصيل العربية
يعني انا يعني مش عايز ادخل في التفاصيل قوي قبل ما نتكلم عن ان احنا موجود معانا عربيتين مش عربيه واحده. التيفولي هي اول ظهور ليها كعربيه اس يو في شبابيه، وبعديها على طول ظهرت الاكس ال في كعربيه اس يو في اكبر شويه من التيفولي. التيفولي عربية عائلية لكن حجمها معقول يعني علشان الاستخدامات الشبابية او كمان الاستخدامات الرياضية، وبعديها حبينا نكبر شوية المساحات ونخش في يعني لو في عائلة اكبر شوية هتقدر تستخدم الاكس ال في بشكل احسن شوية. تعالوا بقى نبص بالتفاصيل كده على العربية التيفولي. هنيجي بقى نبص على وش التيفولي. بصراحة التصميم بتاع التيفولي رياضي جدا، يعني حتى الخطوط هتلاقيها هنا على الكبوت كلها خطوط رياضية، مفيش حاجة ستريت. الفوانيس بتاعت العربية شكلها شيك قوي، هي فوانيس ليد. كمان عندي الاكسدام نفسه معمول بديزاين، بتكلم عن ان اللي موجود في التيفولي ايه واللي موجود في الاكس ال في ايه، وكمان لما هندخل جوه العربيه هنتكلم نفس الكلام علشان بس نوضح الفرق ما بين العربيتين. انا ما رضيتش اجيب العربيتين كل واحده لوحدها لان بصراحه العربيتين قريبين قوي من بعض، لكن التفاصيل اللي بتفرق ما بين دي وما بين دي احنا بنتكلم فيها وبنقولها واحنا شغالين. تعالوا بقى كده ندخل الصالون ونشوف العربيه الانتيريور بتاعها اخباره ايه، والعربيه على التراك بتعمل ايه. يلا بينا. ركبنا دلوقتي العربية التيفولي. بصراحة يعني الصالون بتاع العربية شيك، يعني ما اقدرش اقول غير ان هو شيك وشيك جدا. كمان الماتيريال نفسها بتاعت يعني التابلو والماتيريال بتاعت الكراسي مختلفة، حس ان هي في مبذول فيها جهد. الدريكسيون بتاع العربية برضو معمول بشكل رياضي قوي، ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات الكويسة. التطعيمات بقى بتاعت الفضي المط مع الاسود مديه شكل شيك قوي للتابلو، غير كمان ان في هنا اسود ابانوس محطوط، يعني لا في ديزاينر تعب قوي علشان يطلع العربيه بالشكل ده. التابلو بقى فيه شويه حاجات، فيه هنا درج يعني ده للتخزين للناس اللي بتقعد جنب السواق، غير طبعا درج التابلو نفسه، غير فتحات الاير كونديشن، هنا في فتحتين وهنا في فتحتين وفي النص هنا في فتحتين. طبعا العربيه فيها الشاشه دي فيها تقريبا كل حاجه تخص العربيه. ممكن تعمل سينكرونايز ما بين الشاشه وما بين التليفون بتاعك، غير طبعا تقدر توصل بالبلوتوث بتاع العربيه، غير طبعا الراديو. كل ده ما فيهوش، يعني كل ده بقى دلوقتي عادي موجود في كل العربيات. ننزل تحت بقى. طبعا الجزء ده الابانوس الاسود ده شيك قوي. كمان انا عندي كل حاجة بزراير، يعني موضوع الانالوج قليل قوي، فده مديني برضو اريحية ان انا اقدر اتعامل مع التابلو بتاع العربية. يعني عندي تحت الكاسيت على طول التمب بتاعت الاير كونديشن. تحت بقى في مكان الـ HDMI لو انا عايز اوصل HDMI بالشاشة، ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات الجميلة، يعني دي جديدة، يعني انا بصراحة شايفها جديدة. جنبيها طبعا وصلة الـ USB لو انا عايز اوصل فلاشة او عايز اوصل اشحن عن طريق الوصلة دي. الفتيس شيك جدا. الفتيس طبعا احنا قلنا الفتيس ده 6 سرعات، وفي اوبشن ان انا اقدر استخدمه مانيوال. المانيوال بقى بتاعه في زرار جوه الفتيس هو اللي ايه بيديني التحكم الخاص يعني مش بزق الفتيس نفسه، لا ده في زرار هنا هو اللي بيشتغل القصه دي. طبعا في كروز كنترول في العربيه، غير ان انا اقدر اتحكم في التليفون والساوند سيستم بتاع العربيه من نفس المكان. الداشبورد عظيمه جدا، داشبورد عظيمه جدا، شيك قوي وفيها كل التفاصيل الخاصه بالعربيه. طبعا احنا كنا قلنا ان العربيه الماكسيمم سبيد بتاعها 185 كيلومتر في الساعه، لكن العداد هنا 220 كيلومتر في الساعة. ده فيما يخص الانتيريور. يلا بينا نطلع نجرب العربية التيفولي.
مبدئيا صوت العربيه مريح جدا. اول طبعا ما طلعنا بالعربيه على طول العربيه عملت لوك لوحدها للابواب، ودي حاجه من ضمن الحاجات اللطيفه. العربيه هنجربها بس الاول في المنحنيات بشكل سلس بالراحه من غير ما نكون بنجري بسرعه. العربيه سلسه جدا، وعلى فكره انا يعني حاسس ان انا راكب عربيه كومباكت. عجله القياده بقى نفسها ليها ثلاث انظمه، ليها السبورت لو انت هتسوق العربيه بشكل سبورت، وليها السواقه الكومفورت العاديه غير النورمال بقى اللي هو العادي خالص اللي ما فيهوش اي مشكله. فانت يعني لو انت بنتكلم بقى عن ان انت عايز تسوق العربيه بسواقات مختلفه، لا فانت عندك حاجات كتير قوي مختلفه. عايزين بس نجرب. انا طبعا اول ما جبت العربيه على الريفرس طبعا فتح الكاميرا وفتح لي اشتغل طبعا نظام الباركنج اسيست او الباركترونيك بتاع العربيه. طبعا سمعنا الباركترونيك عمل لي الارت، خلاص انا في ظهري حاجات ممكن اخبط فيها. هنبتدي بقى هنجيب العربيه على المانيوال ونجرب نشوف الفرامل هتعمل ايه. بصراحه تمام، يعني انا ما عنديش اي مشكله في القصه دي. العربيه الاي بي اس بتاعها ممتاز، وعلى فكره العربيه فيها اي بي اس فيها اي بي دي. الاي بي اس بتاع العربيه ممتاز، يعني العربيه وقفت في ثانيه يعني، ودي حاجه كويسه. برضو هجرب على المفتوح كده على اللونج بتاع التراك نشوف. قبل كده برضو عايزين نجرب المنحنيات على سرعه. انا دلوقتي بلف بالعربيه على سرعات عاليه، ما عنديش اي مشكله. نجرب برضو تاني الفرامل. تمام، العربيه وقفت تمام. برضو الانتظار اشتغل. سيفتي وايز العربيه سيفتي جدا، نظم الامان والحمايه بتوع العربيه عاليين جدا، ودي بصراحه حاجه كويسه قوي. العربيه يعني في المجمل انا بتكلم عن عربيه محترمه جدا يعني بصراحه. العربيه منافسه جدا طبعا. نحط ثلاث خطوط لان احنا بنتكلم عن عربيه كوري، يعني مش عربيه قليله، لا يعني لا عربيه وليها تاريخ، يعني شركة سانج يونج ليها تاريخ في العالم كله، وطبعا دي حاجة من ضمن الحاجات الكويسة. العربية وكيلها هنا في مصر شركة عربيات، وطبعا سانج يونج ايجيبت بتقدم كل الخدمات للعربية دي والاكس ال في من قطع غيار لصيانات لمنافس بيع، ودي برضو حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم نتكلم عنها. بالنسبة للسعر، العربية التيفولي اول سعر ليها 318,000 جنيه، والعربية الاكس ال في اول سعر ليها 335,000 جنيه. فانت بتتكلم على عربية SUV بالامكانيات دي بالمواصفات دي بالشكل ده بالجمال ده، بصراحة شديدة جدا. لا يعني شابوه. بعد ما شفنا العربية التيفولي والعربية الاكس ال في من سانج يونج ايجيبت، بكده نكون خلصنا فقرة الكار ريفيو. العربيتين اللي موجودين معانا طبعا من شركة عربيات، والعربيتين موجودين اللي عايز ينزل يشتريهم في اي وقت، العربيات افيلبل ما فيهمش اي مشكلة. بكده نكون خلصنا فقرة الكار ريفيو. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل معاكم تاني اون تراك. جه معانا دلوقتي فقرة هاند بريك. النهارده في هاند بريك معانا فقره قويه جدا مع ام اي سي سي تيبس. تعالوا بقى كده ننزل نروح المعادي نشوف ام اي سي سي تيبس فيها ايه.
فقرة هاند بريك النهاردة احنا موجودين علشان نتكلم عن شوية حاجات. طبعا احنا دلوقتي في MECC Tips جوه فقرة هاند بريك. الشهر اللي احنا موجودين فيه حصل فيه شوية تطورات وحصل فيه شوية احداث. طبعا الاسبوع اللي فات البنزين غلي، الاسعار اختلفت خالص لكل الحاجات الخاصة بالوقود. عايزين برضو نقول لكم على حاجة، ان احنا اخر حلقة في اون تراك كانت اخر حلقة قبل رمضان. احنا كنا قلنا البنزين هيغلى ولا هيرخص، طب لو هيغلى هنعمل ايه؟ فخلاص البنزين غلي، واحنا النهاردة في MECC علشان نتكلم عن القصة بتاعت البنزين مع كريم. كريم البدري، ازيك يا كريم؟ اخبارك ايه؟ احنا عايزين النهاردة بقى نتكلم عن MECC احنا جواها. طبعا MECC يبقى احنا بنتكلم عن مرسيدس والبنزين. ايه اللي الناس يعني تقدر تعمله، او ايه اللي نقدر نقوله للناس بخصوص موضوع البنزين؟ عمر مرسيدس ما يقلقوش، يعني لان اوريدي شركه مرسيدس يعني بقالها فترات طويله جدا بتشتغل في القصه دي. وعلشان مثلا ما نرجعش زمان قوي، هنقول مثلا مثال اخر 10 سنين، من 10 سنين تقريبا، في ممكن حتى في ناس شافت السي كلاس عليها البادج اللي هو اسمه بلو افيشنسي. طبعا البلو افيشنسي ده مرسيدس بدات ان هي تغير في عوامل، في 5 عوامل هتقوم بتغييرها في العربيه علشان تصل للاتي: تصل الى اعلى نسبه كفاءه من الموتور مع تقليل استهلاك الوقود وتقليل طبعا العادم. فبدات اول حاجه عن طريق المواتير انها تصغرها، فبدا ان الموتور ينزل تقريبا مثلا في الايام السي اللي هي البلو افيشنسي كان الموتور نزل تقريبا من 200 سي سي، ومع الاحتفاظ بنفس الاوتبوت بالهورس باور والتورك، بل بالعكس بل زاد. وعملت حاجه تانية كمان بخصوص الكاوتش، وبقت تستخدم كاوتش اللي هو لو ريزيستنس. وطبعا اي عميل النهارده بيتوجه لمركز الخدمه بيقدر يعرف الليسته بتاعه الكاوتش المستخدم، موديلات الكاوتش الابروفد من مرسيدس. طبعا الحاجه الثالثه طبعا الايروداينامكس بتاعه العربيات. الايروداينامكس بتاع العربيات من اول الشبكه الاماميه للمرايات حتى الاوكر البيبان. كمان من ضمن البنود اللي هي او الفاكتورز اللي مرسيدس اخذتها من الكلام، انا بتكلم 10 سنين لسه، في البلو افيشنسي، هي الانرجي مانجمنت. والانرجي مانجمنت دي كانت عن طريق ان انا مش بس غير لي علبه الدريكسون، لا، اما غير ترومبه الباور ستيرنج. الترومبه الباور ستيرنج بقت ما بتشتغلش، بقت بشكل دائم، يعني بقت ساعات ما بتشتغلش لو ما فيش احتياج ليها برضه هي ما تشتغلش. طبعا الترانسميشن حصل فيها برضه بقى تغيير جامد جدا، ده طفره من اول الكورونا الخلفيه للفتيس ال 7 جي للفتيس طبعا الاحدث فتيس النهارده اللي هو ال 9 جي. طبعا في ناس الفتيس ال 7 جي وال 9 جي دول قد ايه هم غيروا مفهوم كبير جدا لمستخدمي السيارات. لو انا النهارده عايز ان انا اقل استهلاك وقود، لو مشيت عادي من غير ما اقرص يعني على عربيتي، بقدر ان انا بقى عندي ريشيو النقلات كتير جدا، فبقدر ان انا اشتغل على لو ار بي ام. فلما بشتغل على لو ار بي ام بقلل الحرق، على البلو افيشنسي ننزل العربيات حوالي 12.1% في اللي هو في الفيول كونسومشن، والفتيس اللاين جي نزل حوالي برضه نزل استهلاك الوقود بحوالي 6.5%. صدقني في ناس ما تعرفش البادج ده بتاعي، صدقني هو البادج ده بعد كده اتطور بقى، يعني بقى بلو تاك، وبعد كده بقى في فيول افيشنسي، وبقى في كذا حاجه هنتكلم عليها يعني ممكن بعد كده حتى باستفاضه. طيب ده كان دور مرسيدس، ده دور مرسيدس في استهلاك او تقليل استهلاك البنزين بالنسبه للعربيات. طب انا كبقى مستهلك، او انا كصاحب العربيه، او انا كراجل عادي، دوري ايه؟ خلاص مرسيدس عملت لنا القصه دي علشان البنزين يقل، انا بقى دوري ايه علشان اقلل استهلاك البنزين لعربيتي بالاضافه للي العربيه بتعمله؟ اوكي. طبعا العميل النهارده احنا كنا اتكلمنا قبل كده على الصيانات الدوريه المنتظمه في الاماكن المحترمه المتخصصه، لان طبعا اي فاكتور في بنود الصيانه
بيأثر لي على استهلاك الوقود بتاعي. يعني سواء كان لو انا عندي بوجهات فيها مشكله هتاثر لي، لو انا عندي بكره سير اي حاجه النهارده بتحط حمل بالظبط، طبعا اي حاجه بتحط لي حمل، فالصيانات الدوريه المنتظمه بتخلي لي مراكز الخدمه تعرف ان هي تكتشف العطل بدري، فبقدر ان انا دايما عربيتي مش بس ما بتعطلش، لا كمان ما بتستهلكش وقود زياده. هل دلوقتي العربيات الجديده من مرسيدس بتلزمني ان انا احط حاجات بنزين معين، او البنزين ده مش حلو فبحط اضافات، او في عربيات بتبقى خليجي، فهل العربيات الخليجي، معلش انا دخلت في الموضوع ده تاني، احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده بس عايز ادخل فيه تاني، فهل العربيات الخليجي بيتعمل فيها حاجه معينه علشان تقدر تستقبل البنزين 95 بتاعنا؟ يعني معلش كلمني بقى في الحته دي شويه. طبعا احنا هنرجع تاني للمصنع العربيه حاطط على غطاء تانك البنزين نوع الاوكتين اللي لازم يستخدم وضغط التوج، يعني احط بنزين ايه هو انفخ قد ايه على كام. فانا النهارده الالتزام بالمكتوب على غطاء التانك عشان ما اقعدش حد معلش يعني يقول لي كلام غير صحيح، انا النهارده المصنع كاتب على غطاء التانك ده لو كاتب عليه 95 فانا لازم احط 95. المرسيدس منزله بارت نمبر مرسيدس اسمه فيول اديتيف، ده منظف وده بينزل للبلاد اللي نوع البنزين بتاعها مش كويس يعني، فده بينزل زينا بالظبط يعني يعني كان في الاصل نازل للعربيات المواتير الاي ام جي اللي هي كانت بتحتاج بنزين 98 اوكتين في البلاد اللي ما فيهاش غير 95 فكان لازم يحط ايه المنظف بتاع البنزين ده، وده مرسيدس بارت نمبر بيتجاب من مراكز الخدمه ما بيتجابش من محطات البنزين. طيب الجزء الثاني بقى العربيه الايدنتي بتاعتها اسمها مرسيدس، فهي هيطبق عليها نفس الشروط والمواصفات اللي هي هنقول اللي هو بري ديليفري انسبكشن، ان احنا هنفحص العربيه دي ونحط ونقول لها ان انت جيتي مصر. الحمد لله على السلام. جيتي مصر بقى يعني ايه؟ يعني هيسري عليكي اللي بيسري على مصر، اللي هو من حيث بقى جو، بنزين، صيانه، هتعد بقى كيلومتر كل قد ايه، فده لازم هيتعمل في اي عربيه ومفيش اي عربيه هتختلف بعد كده عن التانيه. المستهلك في اي حاجه تانيه ممكن نقولها له او حاجه ناقصه يركز فيها؟ في نقطه طبعا مهمه دي هتبقى ليها علاقه بالصيانه اكثر او بتوفر له الترابل شوت او الاعطال الخارجيه عن قصه البنزين. قبل عربيات موديلات 2002 كان ترومبه البنزين بتركب في التانك من تحت، فطبعا الترومبه اللي راكبه في التانك من تحت دي كانت طبعا كده بالبنزين نازل لها يعني، فكانت نازل بتودي عن الترومبات اللي تم تغيير المكان اللي بتركب فيه بقت في التانك من فوق من اول 2001، فبدات الترومبه بتقفل مع لما البنزين بيقل، لما انا اسيب عربيتي النهارده تعدي الربع وانت نازله تحت على الاحمر فده انا بخلي باجهد الترومبه جدا جامد جدا. العربيتين دول واحده فيهم 3000 سي سي وواحده 5000 سي سي، اس 400 واس 500 كوبي. العربيتين دول استهلاك البنزين عامل ايه بقى كريم؟ قول لي كده. يعني هنتكلم على الكبيره اللي هي الاس 500، الاس 500 دي ال 0-100 بتاعها 4.5 سكند، يعني البرفورمانس بتاع العربيه دي فعلا برفورمانس حلو جدا يعني، ومع ذلك الافريج استهلاك بتاع البنزين بتاعها 8.5 لتر بير ده حاجه خزعبليه بالنسبه لي عشان عامه ال 8.5 لتر على انه يطلع من موتور زي ده افريج دي كبيره دي. انا عايز اقول لك ان الرانج روفر الموتور بتاعها ال 5000 سي سي استهلاكه 12.3 يعني لل 100 كيلو 12.3، فانت بتتكلم النهارده دي 8.4 صح؟ يعني لا ده الميزه بقى الثانيه اللي في العربيه البيضاء اللي ورانا دي الاس 400 الاس 400 دي فورماتيك. الفورماتيك في ناس طبعا رابطه الفورماتيك بال 4 باي 4 بالصحراء بالاوف رود خلاص يعني فورماتيك اللي هي الاول ويل درايف يعني. طبعا مرسيدس اللي بيركب مرسيدس هيعرف فورماتيك يعني ايه، اللي مش بيركب مرسيدس احنا بوضح له، بس الفورماتيك يعني العربيه دي اول ويل درايف. الفورماتيك في العربيه دي بيخليني اسوق يعني اتمتع بالسواقه في الطرق العاديه لو في مطر على الارض، لو في ثلج على الارض، لو حتى في رمل على الارض، سواقه العربيه دي في الملفات
ستابيليتي غير عادي. يعني ان شاء الله في الحلقات اللي جايه يبقى عندنا فرصه بقى ان احنا في تيست درايف الفورماتيك, ف هيبقى عندنا فرصه برضو ان احنا نشوف العربيه دي اخبارها ايه في الملفات, ويبقى عندنا برضو فرصه ان احنا ندي للناس اي داتا محتاجينها يعني على العربيات دي, سواء تكنيكلي او في الحاجات الفيتشرز نيو فيتشرز اللي موجوده فيها يعني. طيب احنا كده يعني خلاص اتكلمنا فيما يخص القصه بتاعت البنزين, بس قبل ما هنختم الحلقه انا عايز بس اوجه كلمه للحكومه. خلاص احنا البنزين غلي مفيش مشكله, الناس هتتاقلم, بس عايزين وسائل مواصلات تناسب البني ادمين. يعني معلش عايزين وسائل مواصلات, خلاص الناس اللي مش هتضطر ان هي تركب عربياتها علشان البنزين غلي فهترجع تروح لوسائل المواصلات. انا ما اتكلمش دلوقتي على وسائل المواصلات الخاصه, انا بتكلم دلوقتي على وسائل المواصلات العامه. انا عايز اتوبيس يكون ادمي, عايز مترو انفاق ادمي, عايز اتوبيسات مكيفه, ومفيش مشكله خالص ان انت تعمل الاجره بتاعه العربيات دي زيها زي القطاع الخاص. فارجوكم معلش احنا عايزين ايه, خلاص احنا بنعمل تحركات اقتصاديه علشان تودي البلد في حته كويسه, وده اللي خلانا نرفع من سعر الوقود. فعايزين نعوض ده بقى للمواطن ان انا بعمل له حاجات يعني يعرف يتحرك بيها. لو هيسيب عربيته مش هيتحرك بالعربيه, او العربيات الخاصه بقت عندها مشكله ان سعرها عالي فانا هروح للاوتوبيسات او الباصات. بكده نكون خلصنا فقره ام اي سي سي تيبس, وشكرا يا كريم على الفقره النهارده, وان شاء الله الفقره بتاعه الاسبوع الجاي في ام اي سي سي هيبقى فيها كلام كويس قوي ومهم قوي عن قطع الغيار. خلصت فقره هاند بريك, لكن لسه اون تراك ما حصلتش. جاي معانا دلوقتي فقره الموتور سبورت. الموتور سبورت النهارده معانا جولتين جامدين جدا لسباقين اقويه جدا. معانا بطوله اوتو فروم تورنمنت الجوله الثالثه, ومعانا مجموعه سباقات جيبلي ريس واي الجوله الثانيه. هنبتدي باول حاجه هي بطوله اوتو فروم تورنمنت 2017 الجوله الثالثه, هي دي اللي هنبتدي بيها. تعالوا نشوف ايه اللي حصل في اوتو فروم تورنمنت 2017 راوند 3. الجولة دي يعني حماسية اكتر لان المتسابقين بقى عندهم حماس ان هو لازم اكسب المرة دي, عشان خلاص احنا الجولة دي يعتبر النص بتاع الست جولات. فالناس يعني متحمسة جدا ان هي عايزة لا تطلع بوديوم وانها تبقى احسن عشان في الاخر الجايزة. فهما يعني عندهم حماس قوي المرة دي ان هما خلاص ان الناس كلها دلوقتي البوينت بقت يعني اصعب, فعايزين يعملوا اكتر ما عندهم علشان يكسبوا. النهارده احنا في هاي برو كارت الجوله الثالثه, واحب اقدم رياضه الكارتنج دي. هي اصل رياضه السيارات, هي عباره عن ان عربيه بتبقى عربيه صغيره بس هي دايره بنزين, يعني بتعتمد على الريسنج لاينز بس, وده اساس الرياضه في كل حاجه, واخرها بتبقى فورمولا 1 او اي نوع من اي نوع عربيات بتتساق بيبقى اصلها الكارتنج. طيب انا عايز اسالك سؤال, بغض النظر عن ان احنا موجودين في واحده من اقوى بطولات الكارتينج في مصر, بس برضو لازال الاقبال على الكارتينج للفيميل ضعيف شويه. طيب ليه وتقولي لهم ايه؟
بص هو يمكن عشان الناس متخيله ممكن هي تبقى فيها حاجه صعبه او حاجه خطره، بس هي بالعكس خالص زي ما انت شايف احنا بنلبس بدله وهلمت والسباق بيبقى متامن، بيبقى فيه بريفنج وبيبقى فيه شرح كامل لكل حاجه. انا بالعكس اي حد شايفنا بالذات لو بنات احب اخليهم يجوا عشان دي اول خطوه في رياضه السيارات. احنا بنحب دايما نشجع كل الرياضات السيارات، واحنا شايفين طبعا جو كارتينج من يعني دي اول حاجه اول خطوه لاي حد غاوي او بيحب رياضه السيارات بيبتدي دايما في جو كارتينج. اي حته في العالم هتلاقي اكبر متسابقين ايا كان في الراليات في الفورمولا 1 في كل الانواع المختلفه هتلاقي دايما بدايتهم بتبقى في جو كارتينج. فاحنا بنحب نشجع اي حد وبنشجع طبعا الفرق النهارده وهنبقى موجودين معاهم على البوديوم ان شاء الله نسلمهم جوائز. بص هو الكارتينج يعتبر هو اساس رياضه السيارات، وانا عشان وزني التقيل ما كنتش متشجع ان انا اخش اي بطوله كارتينج عشان عارف فرق الاوزان بيعمل فرق كبير جدا. فشادي اسامه الصراحه يعني اقنعني وقال لي بص يعني وزنك تقيل وزنك خفيف هو ده الاساس فلازم تغير رايك. فبقالنا اسبوعين دلوقتي بنيجي تراك كل يوم ويوم كده بنتمرن والتايمات مش بطاله متواضعه كويسه. ف رايك ايه في الكارتينج عامه في العالم؟ وقول لي برضو كده اديني نبذه كده انت كنت عملت ايه قبل كده؟ اول حاجه انا لاعب من 2009 ومنتخب الكويت، والكارت اساس الالعاب كلها، اساس الفورمولا 1 والريديكال وحاجات كثيره يعني هي الاساس قبل كل حاجه. وانا واخد ارقام قياسيه في الكويت، المركز الاول على الكويت ومركز بالبحرين ومركز بالدبي الحمد لله. بعد ما شفنا التقرير الخاص ببطولة اوتو فروم تورنمنت 2017 الجولة الثالثة، احب افكركم ان البطولة دي اشترك فيها 56 متسابق وقدر يفوز بالمركز الاول المتسابق محمد حمدي، والمركز الثاني احمد رياض، والمركز الثالث شريف ابراهيم. الجولة دي من البطولة كانت سخنة جدا وكانت المنافسات فيها قوية جدا، لكن انتهت في الاخر للثلاث ترتيبات اللي احنا قلناها. تعالوا بقى نشوف جيبلي ريس واي كان فيها سباقين قويين جدا، تعالوا نشوف ايه اللي حصل في جيبلي ريس واي 2017. في سهرة رمضانية رائعة على حلبة اوتو فروم بالعبور، الكلام ده كان يوم 16 و17 يونيو، استضافت اوتو فروم الجولة الثانية من تصفيات مصر لتحديات روتكس ماكس للكارتينج، والبطولة دي هتكون النهائيات بتاعتها في البرتغال في نوفمبر المقبل. كمان الجولة الثانية من تصفيات مصر لبطولة SWS للهواة واللي بيتم تنظيم نهائياتها في فرنسا في شهر ابريل 2018. شارك بالجولة الثانية نخبة من المتسابقين سواء كانوا هواة أو محترفين، وطبعا السباق ده وشهد السباق النهائي لفئة الهواة SWS منافسة قوية جدا، حيث تمكن منذر يحيى من تحقيق المركز الثالث بالسباق على مدار 15 لفة في الحلبة، كما تصدر أحمد رياض السباق من بدايته حتى نهايته بكل ارتياحية تماما وما كانش عنده أي مشاكل. كمان كان في المركز الثاني المتسابق إسلام أحمد اللي نافس بقوة جدا لوصوله للمركز ده. اما بخصوص نهائي بطولة المحترفين والمشتركين فيها فئتين الدي دي 2 والسينيورز، قدر زياد نصار وبسام عمار ان هم يتصدروا البطولة، وكمان في نفس البطولة ما قدرش شادي اسامة ان هو ينافس في البطولة، وده طبعا لان حصل له مشاكل ميكانيكية في منظومة الوقود بتاعته.